السلام عليكم اخوتي، كيفكم؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى ربي يحفظكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت معكم فيديو جديد ونهار جديد، لان هذا غنعمل معكم باهية ان شاء الله. ولكن انا سبق لي وشاركت معكم جوج مرات، ولكن غادي نعاودها معكم ان شاء الله. بعد الناس كيقولوا لي شارك معنا الباهية، ولكن ما عنديش الحوت بزاف، غنعمل علي عندي وصافي، ماشي شي حاجة عندي، عندي شي حاجة قليلة وصافي. هاجي نوريكم مقادير. عندي هنايا فلفل، عندي صفراء خضراء وحمراء وطوماطيشات، جوج طوماطيشات باش تجيني مزيونة خاطرة. وعندي هنايا جنبها هادي غادي نزوق بها، وهادي غادي نطيب بها. هادو عندي فيها مخلطين كلشي ديال الميركادونا، فيها كلشي. وعندي هنايا الصوجة، عندي هنايا شويه د الخرقوم، غنعمل شويه ديال الابزار، وهذه شويه ديال القمد الجديد، وهذه اللي القمد الحوت عندي بقى عندي في البوصه. وهذه فيها كلشي، هذه القمد زعفران فيها كلشي. وغنعمل شويه د فلفل غابره وصافي. دابا نقطع هادشي، وبصل غنعمل بصل، نقطع كلشي. وغنعمل هنايا يتحر في هذه الطنجره، بعد غنطحنا. المهم نتوما تكون معايا، انا نمشي معاكم مرحله بمرحله. دابا انا قشرت الثوم، قشرت البصله، دابا نقطعو وغنعملها في الطنجره. ما غنعملهاش دابا هنايا، لان هذه جاتني كبيره في البوطه، ما غنعدلهاش، غنعد الطنجره حتى نقليهم، ومن بعد غادي نطحنو، مع بعد غنعملهم هنايا ان شاء الله. وانتم تشوفوا معايا كلشي. غنشبر الزيت، زيت العود عندي هنايا، نخوي في هاد الطنجرة، تمن واحد ربع ديال الكاس، ولكن بقى غادي نزيد شوية. بسم الله، نقطع بصل كبير يعني ماشي صغير، لأن كلشي راه مطحن. كنت غادي نعملهم يعني ما نطحنهمش، نقطعهم بسيط ونحمي ما يبانوش. غادي نعمل هاد الثوم هيدا، غنعملها صحيحة، ما غادي نقطعهاش لأن غاد تطحن، كلشي غادي تطحن. دابا نقطع طوماطيش، بسم الله، نخليها بكلشي ديالها. عاود دي هاد الماء د الكامبا، لأن أنا ملي كيكون عندي الكامبا كنطيبها وكنخبع الماء ديالها في النبيرة. دابا نخليهم يغليو، ملي نكون نعمل الرز غنسقيو نمرقهم بهاد الكاردو هذا عندي فيه، يعني الريوز د الكامبا صافي طيبين هنايا، كيكونو عندي مخبعين أصلا في النبيرة. ودابا غنشطر وغنقطع عاوتاني فلفل، خلي طوماط شويه الاخرانيه. دابا نقطع الفلفل حتى هو نقطعو عاوتاني كبير، ما نقطعوش صغير، كلشي نقطع كبير، لانه الا قطعتهم كبارين ونخليهم هيداك صحاحين ما كياكلوهم لي شي ولادي، وانا بالعاني كنطحن هادشي كامل باش كياكلو كلشي ما كيشوفوش. نعملهم هنايا مع البصل، تحروا صبات شي الاخرانيه، يعني الفلفل كيتحر الفلفل مزيان ومع البصل. عاد كنعمل طوماطيش، صراحه كتجي مزيونه بزاف في الصلصه الخضاريه، وداك الثوم الخضاريه كتدخل في الطاهيه كتحمق بيها حسان كيجي. دابا صافي غنخليهم يتحروا، عاد غنعمل شويه، غنعمل طوماطيش، غنعمل شويه د الملح،
غنعمل شويه ديال البزار لان غنعمل غير شويه شويه لان عندي هذه فيها كلشي فهمت غير شويه شويه هنا غادي نقام بالجبال الثانيه غنعمل هذه ديال الحوت غنعمل شويه ديال الكركم صافي هذه حتى نعمل الروز دابا غادي نعمل الطوماطيش نخلى كلشي مع بعضيتو حتي على السيما طالعه يا خوتي كتحمق ما شهيتكم صافي اختي دابا غادي نحيدها وغنعمل هاد غنخليها هنايا غنشفر غنعمل هاد كاس ديال الزيت ها هو هنايا قبيله تعملت عين قرن نويس ديال الزيت عي هيدا ودابا كاس عامر زيت ديال العود كاس ونص كاس ونص الشبر الروز شحال كيس هنا صافي يا قلبي انا العمر ثلاثة ونص انا ثلاثة ونص والماء كل ما عملت دابا كل كاس ديال الروز كتعمل جوج كيسان ديال الماء كل كاس ديال الروز انا عندي ثلاثة ونص من بعد غادي نتوما يعني كل كاس ديال الروز دابا بحال هذا غتعملوا جوج كيسان منه ديال الماء انا تمس صافي كيسان ديال الماء هذا نخليه مش شويش غادي نعمل له هاد الرقاق ديال غنعمل الصوجة ندمغها ها الشبر هادو انا نلوم معاهم انا ملي كتكون عندي الحوت طرية كنعمل الحوت الاولى عاد كنعمل الروز لكن دابا هادي كنعملها هيدا دابا غنطحن هادي صدعهم شويه انا غنطحن هادي صافي هيا انا طحنت هاد الخضره دابا غنخويها هنايا ندي عليه والو بديت كنهبط زيد شويه عاوتاني ديال الملح لان ما نساوش عندنا الصوجه وعندنا كنور ديال الحوت شويه ديال الملح عملتها مع الخضره غنعمل هاد كنور ديال الحوت واللي ما بغاش ما يعملش هي كتجي غزاله لذيذه غير الحوت دابا غادي نشوي هاد كالدو
شي نعمه بزاف باش ما يهرق ليش هادشي ما تصرفوش بزاف، ولكن ماشي مشكل غنعملها في الفران. ملي نبغي نزيد المرق غادي نزيدها. كتهرق لي غنشبر هاد الكامبا غادي نزوق بيها. عندي مغسولة وكلشي انا عملنا، ما عنديش الحر اخو، عندي عين هريسة. حيت ملي كتجي شويه شحاره كتجي مزيونه. دابا غادي نعملها في الفران باش تبلي كامله، لان البوطه ما غاتبليش مزيان. غنعملها في الفران وصافي، خليكم معايا حتى تبلي البايا ديالي. اخوتي هذا هو الفيديو ديالي اليوم، البايا اليوم خفيفه وظريفه على قلوبكم. نتمنى ربي يكون عجبكم هذا الفيديو، وما تنساوليش لايك واشتراك وبارطاجيو مع صحاباتكم وخوتكم والفاميليا ديالكم كامله كامله كامله. والسلام عليكم، الفيديو المجيد ان شاء الله، وما تنساوليش لايك. عافاكم، يلا بالسلامه عليكم.